قبل ما اروح للمناقشه الاخرى، بس هختم الجزئيه دي بمعلومه مهمه قوي. والكتير طلع اتكلم قال ايه؟ قال ان في لاعب اخر من الاهلي ممكن يروح بيراميدز او ممكن يروح اي نادي اخر، وان ممكن ان انت تدور على شرط جزائي في عقده صغره وكلام. الكلام ده يا جماعه غير حقيقي، والمعلومه اللي بتاخدوها مننا هنا دلوقتي معلومه مؤكده. دلوقتي في قائمه النادي الاهلي اي لعيب يخطر على بالك، اي لاعب يخطر على بال حضراتكم، مفيش اي شرط جزائي في عقده خالص، ولا لعيب في قائمه النادي الاهلي عنده شرط جزائي يقدر اي فريق من خلاله ان هو يشتريه او يدفع شرط جزائي وياخده. الموضوع ده مش موجود، الكل مرتبط بعقود مع النادي الاهلي، كل المتواجدين في القائمه دلوقتي مرتبطين بعقود مع النادي ومكملين لحد اشعار اخر، لحد العقد ما ينتهي يتم التجديد، الاهلي يستغنى، اللاعب يكون ليه قرار ثاني. دي امور كلها تفاوضيه، امور كلها بتحصل، ما فيش اي مشكله خالص. لكن اللي لازم اكد عليه ان ما فيش اي لاعب دلوقتي موجود في قائمه النادي الاهلي عنده شرط جزائي بما فيهم حمدي فتحي من الاخر يعني. لان الكلام كان كتير جدا عند بعض الاعلاميين خلال الفتره اللي جايه، وبالتحديد بعد موضوع رمضان صبحي. طيب ده